بسم الله، دلوقتي هنشوف حركة الظلال أثناء اليوم. فهنعمل إيه عشان نشوف الموضوع دوت؟ هاجي هنا من البرزنتيشن هقول له عايز أنا الستوري بورد كريتور. طبعا احنا اشتغلنا عليه المرة اللي فاتت، كنا جبنا فكركم بيه، كنا عملنا ستوري بورد لحركة مثلا متحركة كده بشكل بسيط، أو في حركة تانية مثلا إن أنا ماشي في قلب طريق. لا، احنا المرة دي هنعمل حاجة جديدة، خلينا نعمل ستوري بورد جديدة. هقول له أنا عايز نروح للمبنى اللي احنا كنا فيه من شوية، المباني ديت عايز أدرس حركة الشمس عليها. فأجي هنا add a new date time animation، تمام. ده الحركة خلال السنة. طب انت عايز day of year ولا عايز يوم معين في السنة؟ يعني ممكن يوم معين في السنة هيبدأ يوريهولي. نختار اليوم، تمام، واقول له وريني حركة الشمس تبقى عاملة ازاي، تمام. او هقول له time of date، هحدد ال day of year وال start time وال end time مثلا من الساعة 3 للساعة 19، وأبدأ أشوف حركة الشمس تبقى عاملة ازاي بالشكل دوت، تمام. الفيديو ممكن بعد كده أروح مصدره وأقول له export current storyboard to video. وأصدره بقى بأي امتداد أنا عايزه، تمام. ممكن أضغطه أقول أديله الاسم والمسافة، أديله الفريم ريت كام فريم في الثانية. طبعا ممكن نخليها مثلا 5 فريمات في الثانية، ممكن نكبر المدة ديت. عايز الـ Viewport Resolution قد إيه، ممكن نكبرها قد ما نقدر لو احنا خلاص نديها لأي حد، العميل مثلا نبعتها له أو صاحب الشركة، تمام. دي طريقة بسيطة جدا زي ما شفنا إن احنا ندرس الظلال بتاعة المنطقة، تمام.